احنا كرياضيين اليوم بندعو المصريين، لان الرياضيين بالتأكيد المادة التي وضعت في مسودة الدستور هي استعادة لكل حقوق الرياضيين، فبالتالي الرياضيين مع الدستور بيقولوا كلهم كلمة واحدة نعم. انما النهاردة هذا التجمع للرياضيين هي رسالة لكل المصريين للنزول، والنزول بنعم، لان هذا الدستور علينا ان نفخر به كمصريين، هذا هو دستور العزة والكرامة الذي سوى بين المصريين، وبالتالي رسالة الرياضيين واضحة. انما النهاردة هي رسالتهم للمجتمع، وايضا توجيه الشكر للجنة الخمسين اللي وضعت الرياضة في نصابها الصحيح، ولأول مرة الرياضة بتمثل في الدستور المصري بشكل يليق بالتاريخ الرياضي لمصر.